شو مانا شو عم تعملي؟ عم لف سندويش منشان اذا رجعنا ناكل ببيت منصور. حسبي حساب الاولاد انا وياكي، لا تحسبي حسابنا. يو ليش؟ لاني انا اليوم عازمك. لوين عازمني؟ مفاجأة. هلا وقت عزايمك. ايه ما خليت حدا امبارح ما سألته منشان تاخذ مصاري. شلت 500 ورقة من 5000 منشان اعزمك. ما لقيت تعزمني غير اليوم؟ انا بصراحة كان بدي اعزمك غير يوم، بس باعتبار المثير عنا قلت بنتهز الفرصة. عالميتور بدل ما تاخذ لي تاكسي؟ ليش شو بقول ميتور؟ انا يعني جاي على بالي هيك نسترجع ايام زمان، ايام الخطبة. تنذكر ما تنعاد. كنت كل ما اطلع وراك عالميتور قول هذا اخر يوم بحياتي. لا هلا عقلت ما عاد شد مثل الاول. بعدين المكنة اللي كانت عندي ايام الخطبة مش نيس بتشد. مكنة سور خروق يا دوب اذا انفلقت ما بتمشي 90. شو على 90؟ بتهورنا بعدين. لك شو تهوري؟ اذا قاعدة على الطراحة ورا سعيد وهو سعيد تشقينا عباب الهواء وما بيصير لك شيء. جاي على بالي تعبطيني هيك مثل ايام زمان. بتتكركر بعدين. بعد تكركر تمسحت. شو جاهزين؟ ايه بابا تسبقنا انت واخواتك، نحن بنلحقك بعدين عنا شغل. يلا خذوا راحتكم لكن ها؟ قبل ما تروحوا تعالوا خذوا سندويشاتكم. ماشي. يلا أبي. أبي؟ آه. سكر لي هاي بصلاك خليك ما عم سكر. هلا وقتك أنت الثاني قرب لشو؟ لك أنا تعلي جوزي قد ثلاث غالات تفاحة آدم وحورة هاي. خلصني بقى روح. رح نخلي أبي ها؟ يلا. السلام عليكم. حابب تعبطيني مثل أيام زمان، صعيب شوز إيديكي ما يصلوا، بس بتعرفي الجهل على كبر حلو. نحن كل فترة لازم نعمل شي رحلة لحتى ما نحس انه كبرنا يا موسام. إذا كل شهر بدنا نروح على مطعم نتبهدل بعدين. لك ليش نتبهدل؟ الخير جاي لقدام. من وين؟ يعني إلا ما تربح لشي نمرت يا نصيب معنا أو يطلعنا شي بالحفر. بتعرفي يا موسام سعيد الأولاد اللي بيسمعونا بعدين. بس لقدك شو بتعرفي أول؟ حاسس رح يجي يوم اسألوا لسرور طلعوا يقول لي طلعوا قل له حيو شو هي اللي ضربتني اياها؟
انا ما قلت لك ما في شيء، قلت لك ما في شيء خطير. طيب هاي الابره شو هي؟ هاي ابره فيتامين بشان الرضوض. إيه بس انا ما فيني ولا كسر ليك. يا طمن، عملنا لك اربع صور اشعه، ما في شيء. شكرا جزيلا. لا شكر على واجب. زوجتي كيفها؟ زوجتك هلا بقسم الاشعه عم نعملها صوره طبقيه محوريه، احتمال كبير يكون في كسر بالجمجمه. يلا يكسر خاطرك، شو هالحكي؟ مثل ما عم حاكي، احتمال كبير يكون في نزيف دماغي، بعدين لساتها بحاله غيبوبه. ايه مو معقول انا اللي اكلت الخبطه الاساسيه وليكو راسي خلنج لساته؟ ايه مرتك مو من الخبطه تقاسي، من الوقعه. انوقعه؟ يلي اسعفوكن قالوا انه شافوها طارت بالجو شي 20 30 متر. وبعدين نزلت على الكاميون. وكاميون ممكن تبقى حالة الخطورة؟ ما بنحسن نجاوبك لحتى تخلص صور، يعني شغلة ساعة زمان. بقدر اشوفها؟ لا لا خليك انت مستريح، انت ما بتواتيك الحركة منه. طيب دكتور بقدر اتصل؟ انا بتصل لك، اعطيني الرقم. 66-16-091، اطلب الانسة افتكار، خليها تقول له لسهيل انه انا بالمستشفى. طيب انت تفضل استريح، شوف حالك شلون مطعوش. لا شو مطعوش، وكالة انا. سناء يا أخي، سناء. لك افتكار ما عاد إلى وجود، صارت سناء. عيني أنا ضربت السخن افتكار اللي صارت سناء. حضرتك شو بدك بكل هالحكي الفاضي؟ تشتغل بالنفوس شي؟ ما بتشتغل. إلا كان يا ريت تسكر لي بقى هالتليفون. شو بدك العمى؟ شو؟ لا ومين حضرتك؟ أنا آسفة دكتور، آسفة. إيه، بعد ساعة بنكون عندهم، بس ما قلت لي بأني مستشفى. طيب ماشي، مع السلامة. شوفي. أمي سعيد ومرته مهورين وأخذينهم على المستشفى. يا على أهنتي، إن شاء الله ما تكون إصابتهم خطرة. ما بعرف، بس قال خبر سهيل. شلون بدك تخبري سهيل؟ بدي يروح لعنده على البيت. لا حبيبتي، ما بتروحي لحالك لعنده، الناس بتحكي عليكي. يا أمي أنا رايحة لسبب وجهي، مو لزيارة وطق الحنان. لا ما بصير تروحي لحالك، رجلي على رجلك. يلا روحي البسي اللي ألبس أنا. يلا. طيب حاضر. روحي. الحمد لله طلعت مرتك، ما فيها شيء. طلعوا الصور؟ طبعا، معناتها بقدر زورها أنا. ما في داعي، هلا هي جاية لهون. على كل حال أنا قررت خرجك أنت وياها، ما في داعي تضل أنت وياها بالمستشفى وعلى بعزقة مصاري. مصاري شو؟ شو مصاري شو؟ حق الصور والإبر والفيتامينات شو نسيت؟ إيه بس نحن جايين لهون بحالة إسعاف نحن. إيه ونحن أسعفناكم وما قصرنا بحقكم. طيب اللي أسعفونا ليش ما أسعفونا على مستشفى حكومي؟ هذا بدال ما تشكرهم وتقول كتر خيرهم لأنه أسعفوني؟ والله مزبوط، حقك علي. قدي الحساب؟ لك إيه ما مو هداك المبلغ اللي بيهز البدان، 10,000 ليرة. لك شباك عم تطلع هيك؟ عم بقول لك 10,000 ليرة مو 10,000 دولار. على شو ال 10,000؟ لك شو قومتونا من قبل انتو؟ لك شو على شو 10,000 ليرة؟ على كل حال هلا بتجيك الفاتورة وبتعرف على شو ال 10,000 ليرة. شو سعيد؟ طمني. جمالتا أم أولادي أنا ما فيني شيء، أنت بس طمنيني فيك. أنا تمام الحمد لله، لا تبكي تقبر قلبي. أنا الحمد لله منيحة، بس كتر خيرهم، ما في تحليل من اللي بتسمع فيه إلا عملوا لي إياه. شو التحاليل؟ ما بدنا نعرف إذا كانت حامل ولا لا قبل ما تفوت على الشقة. إذا طلع الجنين مشوه بفضحونا بعدين. سألوني وقلت لهم لا. ما بيصير يعتمدوا على إجابتك، بجوز أنت ما بتعرفي نفسك. شلون سألتوها وهي كانت بغيبوبة؟ شبه غيبوبة، أنا ما قلت غيبوبة كاملة. لا قلت غيبوبة كاملة أنت. شبه غيبوبة، أنت ما سمعت منيح. لا قلت غيبوبة، أنا سمعتها. شبه غيبوبة، أنا ما قلت غيبوبة كاملة. لا قلت غيبوبة حرامية وكذابية كمان. سعيد ليش عم تصرخ على الدكتور؟ فوق ما ساعدنا يعني؟ لك أنو ساعدنا؟ بتعرفي قديش طلعت الفاتورة؟ 10,000. عليك 10,000، فاتورة مرتك 12,000. لك سعيد خلينا نمشي، مو ناقصنا مشاكل. معك حق، خلينا نمشي طالما ما فيك شيء. تركيها أنت، طلعي من وراها جمالة، خلينا نروح على بيتنا نتقاوى. ما بتطلعوا من هون لحتى تصفوا حسابكم. Huh.
هلا بيجي سهيل وافتكار وبتبعتوه ليجيبوا مصاري. ولي حبسونا. راكب على الموتير انا وجمانه لحقونا الشرطه، تركوا البلد كله ولحقوني الي، مدري بشوفتنا مدري شوفات فينا، جمانه خبطت واجت على الكاميون وانا غبت عن الوعي، عمو هدول استغلوا غيابي عن الوعي وصوروني شي 300 صوره. لا تالف من عندها، اربع صور اشعه وابره فيتامين. لك كان اربع صور وابره فيتامين بدهم 10000؟ هون بالك يا فهد، خلي الدكتور يحكي نفهم منه، فهمنا الدكتور. واتعاب العاملين بالمستشفى من اطباء وغيره ولا مفتكرهم هدول عم يشتغلوا عنا ببلاش؟ بعدين لا تنسى انه حضرتك حجزت عنا تخت. لك شو ما عملتوا وشو ما قلتوا ما بحق لكم تاخذوا بساعتين راتب شهرين ونص؟ ولك انا مواطن، هذا مو عدل محمي. انا انت عندك خبر انه لولا ابره الفيتامين اللي اخذتها حضرتك ما كنت هلا بتحسن تمشي؟ يا جماعه يا جماعه فوني بالكم شوي، عندنا اطرفوني دكتور. تسمح لي كلمتين على الانستغرام؟ تفضل. هون يا دكتور، انا بعرف انه هون عندكم بالمستشفيات انتم معفاين من الضرائب حسب قانون العشر الصحي، ليش ما بتعتبروا الاستاذ سعيد من موضوع العشر الصحي؟ نحن العشر الصحي مستوفينه من زمان. اي بس هيك المبلغ كبير كثير. ومو بس هيك، من عدا فاتوره جمانه ليك معتقلينا 12000. لك شو نحن بنك؟ خلصونا بقى، حلونا يا اهل هالمشكله. حبكت اليوم تعمل لي الحادث حبكت. دكتور قديش المبلغ نحن بندفعه؟ نحن بندفعه منين ندفعهم؟ وبلي على عيونك الى حقيقات قلبي اللي جمعت هالقرشين اجي ادفعهم هون وهون. ماما بيرجعوا لنا اياهم، بيرجعوا لنا اياهم، بيرجعوا لنا اياهم، بيرجعوا لنا اياهم. منين بدنا؟ ماشي، انا لقيت حل. تعال سهيل، تعال قلنا وقف هون. تعي جمانة، هي تركنا لك هاد امانه لبين ما امن مصاري، امن مصاري وبرجع. انا ما راح ادبر مصاري عم بكذب، بتخبري منصور والولاد اني انا راي على الشرطه. لك يا سعيد، يا سعيد تركتني من الاسر يا سعيد. سعيد امشي امشي بليكي بقتلك انت وجوازك. لك امشي ما امشي بليكي امشي. هي تسعيرة الوزارة يا سيد يا سعيد يا ابن النايحة. 22000 ليرة الفاتورة، إلى مين حاطين هي التسعيرة؟ للأجانب. لا تحكي بالسياسة، شغلك بيصير مع جماعة غيري. ها هي مو سياسة، بالجريدة بيكتبوا هالشي. هلا مفكر لي حالك مثل الجريدة أنت؟ لكان معقول فاتورة راتب شهرين ونص يا رجل؟ شغلتك مو عندي، التسعيرة من فوق. شو يعني؟ بدي أدفع؟ بدك تدفع، راح العود بالمجرود. من وين بدي أدفع؟ ما بعرف، شغلتك هي. بتعرف رعقتك أكبر من قماشة البنطلون، منو ضربك على راسك وقال لك تروح على مستشفى خاص؟ غدر، انا ما رحت بإرادتي، لقوني غميان اخذوني على مستشفى خاص. هلا لا تقل لي قلبي، سكر على الموضوع سكر. لك ما بصير تقول هيك، بالعكس انت لازم تساعدني مو توقف ضدي. انت بخدمه الشعب وانا من الشعب. انا بخدمه المواطن بشكل عام، مو المواطن سعيد النايحه. انت مواطن وهو المواطن. يعني انا اذا ما دفعت شو رح يصير؟ إلك متر مربع جوا عنا، الله بيعيننا على أكلك وشربك، الدولة ما رح تعجز عن علفك يا وليد!